السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. التاريخ وصل، لا إله إلا الله. يا هلا وسهلا. أفضيت علينا. شلونك يا شريك الغفلة؟ يا هلا والله، يا هلا. وش ذا الصدفة المباركة؟ وش صدفته بالحلال؟ أنت ما علمتني إنك عزمتني؟ لا، قلت بسويها مفاجأة لهم، أنت عارف كذا، علشان ينبسطون يعني، تعرف الشريك القديم. حياك حياك. الله يحييك. وحنا يعني بعد ننبسط ونسمع حكاياتكم القديمة. إي والله. اي والله عز الله انك تنبسط. ها ابدا ولا تبدا يا ابو بدر؟ وش الكلام هذا؟ كلاب ساندويتش ولا وش تحب تاكل؟ اكل؟ انت اكلتني المر. تذكر ولا اذكرك؟ الا وش الموضوع؟ وش السالفه؟ هذا يا جماعه الخير، في بدايه حياتنا كنت والله اجمع القرش فوق القرش، ورتبت لي مشروع زين ومخطط، يعني أجيب سيارات من ألمانيا وأبيعها في السعودية، والحمد لله الأمور مستقرة وممتازة. إلين جاء الآدمي ذا وقال لي، قال لي هالحين وش لك بالسيارات وش لك بالخرابيط هذه؟ ورا ما تجي تدخل معي في مشروع يدخل لك 120% في سنة. هو وثقت فيه ودخلنا معه حمدان الفار. حمدان الفار؟ غريب، ما قد سمعت أبوي يتكلم عنه. هذا واحد نصاب يجمع فلوس الناس على أساس أنها استثمارات مالية. هذه أيام بطاقات سوا، بس البزنس دائما فيه خسائر دائما، والغباء بعد يصير. وأنا مشيت وراك على أساس أن أحط 1,100,000 وترجع لي 2,500,000، ولا ريال ولا ريال. حتى أنت دفعت مثله وزود بعد. أفا يا بعدين، وش صار مع الفرع؟ عسى إن شاء الله رجع لكم فلوسكم. ولا رجع لنا ولا ريال. بس قبل لا يدخل السجن عاش مليونير، سبتي بسبت الرجال ذا. وحنا وش صار فينا؟ رجعنا من أول وتالي، وتعبنا التعب لين قدرنا نبدأ ويمشي الحال. إيه بس إحنا استفدنا من الفار حاجتين. الفار هذا صاروا يستخدمونه في الرياضة، وأخذنا أرباح. أخذنا أرباح. تقدر تنكر؟ أخذنا أرباح. كم رجعنا؟ ها؟ كم؟ 2,823 على المليون. سامعين الأرباح؟ والله لو الحين تقول لي تعال خذ أرباح مقدم وشاركني، والله ما أشارك. ما أنا موافق يا أخي. تحبون نتعشى ولا شيء؟